سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. تحجيم ظاهرة السحابة السوداء هذا العام، تأييد الجمعيات النسوية قرار زيادة المقاعد البرلمانية، إذاعة خاصة بالمطلقات فقط في مصر. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة للبيئة أن برنامج الوزارة قد نجح في تحجيم ظاهرة السحابة السوداء هذا العام، وأوضح أن وعي الناس وعدم حرقهم قش القرص قد أسهم في ذلك النجاح. الوعي ده جاهزة يا عيني؟ جاهزة. مغرم صبابة مغرم صبابة. اشمعنى؟ دموعي نزلت ووحشتني السحابة. ما تطلعيش فيها وتعملي نفسك جريئة. اشمعنى؟ عارفة أصلك طول عمرك بيئة. يا دكتور جورج حافظ عليا. اشمعنى؟ قدامك محمية طبيعية. الجمعيات النسوية أيدت قرار زيادة المقاعد البرلمانية، وانقسم البرلمانيون والتشريعيون ما بين مؤيد ومعارض لقانون مجلس الوزراء الجديد بتخصيص 64 مقعدا من مقاعده للنساء لمدة دورتين برلمانيتين تبدأ من الانتخابات المقبلة. جاهزة؟ جاهزة. شعارنا في الانتخابات ايش معنى؟ وسعوا يا رجالة للستة. شعرنا في الانتخابات اشمعنى؟ احنا ولا بتوع الشنبان. عايزة وكالة اعلانية اشمعنى؟ علشان افوز بالاغلبية. ايام قليلة وينطلق على شبكة الانترنت راديو خاص للمطلقات فقط، يتم بثه من خلال مدونة عايزة تطلع لصاحبتها محاسن صابر، والهدف من المدونة الاهتمام بمشاكل المطلقات في مصر والرد على أسئلتهم والنهوض بشعار I will survive. الحياة تبدأ من هنا. جاهزة؟ جاهزة. أخبار النميمة والحكايات اشمعنى؟ خشوا على مدونة المطلقات. مع أول طلعة إرسال اشمعنى؟ هطلقوا فورا وفي الحال. للي ما يقدروش يعيشوا سوا اشمعنى؟ الطلاق يا اختي بقى على الهوا. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها: تحجيم ظاهرة السحابة السوداء هذا العام، تأييد الجمعيات النسوية قرار زيادة المقاعد البرلمانية، إذاعة خاصة بالمطلقات فقط في مصر. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.